عظيم. طيب تعالى كده نبدأ مع موضوع الأندرويد دوت، ونبدأ في الانترودكشن. عايزين نعرف مين هو الأندرويد ده. ايه بقى الهيستوري بتاعه، الراجل ده موجود فين؟ اكيد طبعا هو غني عن التعريف، الناس كلها عارفة مين هو الأندرويد، بس عايزين نرجع كده بالذاكرة ونتعرف كده الأندرويد ده بدأ امتى، الأندرويد ده عبارة عن ايه، وايه الفكرة اللي قايمة عليها، وايه سبب انتشاره، والموضوع او الاركتكشر بتاعه بيتكون ازاي، ايه الهيراركي اللي هو قايم عليه الاندرويد. طيب احنا كلنا عارفين طبعا ان الديفايسز بتاعت الاندرويد بقت حاجه عظيمه. يعني كان بادئ الاول الراجل بالسمارت فون بس، اللي هو الموبايل يعني التليفون، بعد كده بقى فيه بقى التابلتس، بعد كده بقى فيه الووتش او السمارت ووتش اللي هي لسه مؤخرا جوجل منزلاها، بقى فيه طبعا البي سي ترانسفورمر كان احنا شايفينه في الصوره دوت، وده طبعا يعني ده كده يدينا انديكيشن ان البي سي كبي سي كده خلاص الناس هتبدا بقى ما يبقاش في حاجه اسمها بي سي ولا لابتوب عادي زي ما احنا شايفين، او الناس يمكن اللي تعرف موضوع البي سي ترانسفورمر هو لابتوب بس ممكن نطلع الشاشه منه كده، نشيل الشاشه تبقى تابلت بينزل عليه ويندوز 8 واندرويد في منه كتير. طبعا اسوس يمكن اول شركه عملت الموضوع دوت، وبقى طبعا بقيت الشركات كلها بتقلد يعني. المهم النقطه في ايه هنا، ان ده انديكيشن ان المستقبل هيتغير او بدا يتغير خلاص، ان بقى فيه اتجاه للموبايل، اتجاه للاوبريتنج سيستم ده بتاع الموبايل خلاص. فكره بقى البي سي والناس شايله او لازم تقعد في البيت على بي سي وشاشه وسي بي يو الكلام ده، لا خلاص اللابتوب ناس بدات تبعد عنه برضو كتير، الاتجاه بقى للتابلتس، بي سي ترانسفورمرز، الساعه طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره، وطبعا الموبايل الناس كلها ماشيه في الشارع باصه في اللي في ايديها ده سواء موبايل او تابلت، تحس الناس خلاص ما بقت فاصله عن اللي حواليها وبقت مركزه قوي على موضوع الموبايل بشكل عام، والاندرويد يمكن بشكل خاص لان هو طبعا يعتبر معظم الماركت في السمارت فون هو اندرويد اوبريتنج سيستمز. طيب ايه بقى الاندرويد ده؟ والله الاندرويد ببساطه هو اوبريتنج سيستم مبني على كيرنل لينكس. لينكس عشان كده نسمع كلمه كده اللي هي ايه، ده بيقول لك ده اوبن سورس، او اوبن سورس ليه؟ اوبن سورس ليه؟ لان الراجل ده قايم على الكيرنل لينكس، طبعا احنا عارفين اللينكس هو اوبن سورس. طيب اتكلمنا احنا قلنا طبعا التابلتس والسمارت فونز وهكذا. في بس حاجه مهمه قوي ان يمكن الناس كلها متخيله ان جوجل هي اللي عملت الاندرويد، لو نرجع بالتاريخ برضو هنلاقي ان قبل جوجل خالص كان في شركه اسمها اوها او اوبن هاندسيت اليانس، الشركه دي هي صاحبه فكره الاندرويد كاوبريتنج سيستم، ثم جت جوجل بعد كده اشترتها باللي فيها يعني، خلت اللي فيها بالموظفين بكل حاجه، وبقى الكلام ده تابع لجوجل. يمكن الكلام ده كان في 2005. طيب وات از اندرويد، او هو ده يمكن المين سيشن بتاعتنا، ايه بقى هو الاندرويد ده؟ زي ما قلنا الاندرويد هو اوبريتنج سيستم بيزد على لينكس. كل الديفلوبمنت اللي بيشتغل او اللي بنعمل بيه ابلكيشنز بتاعتنا او الكور لايبرريز الموجوده في الاندرويد هو بيزد على الجافا، عشان كده يمكن احنا في عندنا الكورس اللي فات اللي احنا اتكلمنا فيه على الجافا فور اندرويد، وانا حتى يمكن الناس اللي كانت تابعت الكورس دوت انا قلت مهم قوي، يمكن 60 او 70% من فهمنا للاندرويد هيبقى متعلق بالجافا، فعشان كده بنقول لازم نكون عدينا على الكورس بتاعنا، او الناس اللي عارفه جافا طبعا خلاص طبعا باي ديفولت هتكون معانا في الكورس دوت، لكن ما ينفعش حد يخش دايركت على الكورس بتاعنا من غير ما يكون عارف جافا. فجافا مهم، والكورس زي ما قلنا الكورس اللي فات ده 60% منه هو مؤهل للكورس اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الاندرويد ديفلوبمنت. طيب ايه كمان، لو نفتكر في الكورس اللي فات كنا بنتكلم على حاجه اسمها الجي في ام او الجافا فيرتشوال ماشين. احنا في برضو عندنا هنا جي في ام، في عندنا حاجه كاستمايزد منه اللي هو الدلفك فيرتشوال ماشين، وده برضو كاستمايزد من الجي في ام. يعني بص انا عايز اوريك برضو ان الموضوع بقى وثيق قوي ما بين الجافا والاندرويد، حتى كمان الكومبايلر او الانتربريتر بتاعنا هو كاستمايزد من الجي في ام. طيب في عندنا طبعا الاس دي كي، الاندرويد اس دي كي اللي هو السوفت وير ديفلوبمنت كيت، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في السيشنز اللي جايه ازاي ان احنا بنعمل داونلود للكلام ده وازاي ان احنا بنشتغل عليه. احنا هنشتغل جافا بس في لايبرريز هتساعدنا، ما احنا مش هنعمل كل حاجه بايدينا، لا في عندنا بيلت ان لايبرريز عظيمه بتدينا امكانيات بشعه في الاندرويد، نشوف ان شاء الله الموضوع سهل وبسيط. هو ده يمكن ببساطه يعني ايه اس دي كي او السوفت وير ديفلوبمنت كيت،
اللي هي الحاجات البيلت ان اللي الناس دي بتقدمها لنا عشان نبدا نديفلوب على الاندرويد اوبريتنج سيستم. برضو تاني هرجع اقول بيزد اون جافا. تعالى بقى ناخد كده هيستوري الاندرويد ده جاي امتى وظهر الفيرجنز بتاعته امتى. طبعا في معلومه كده ظريفه ان الاندرويد هو على طول بيعتمد حتى كل نسخه منه على اسم حاجه حلوه، حاجه سويتي كده، فتلاقي كل نسخه مربوطه بحاجه حلوه. يعني لو خدنا كده الصوره اللي قدامنا فوق هنلاقي ان احنا بدأنا الاول طبعا قبل ما نبدأ 1.5 كان في عملوا الفا وبيتا فيرجن. الكلام ده كان في 2008 وبداية 2009. اول فيرجن حقيقية اشتغلت كانت الكاب كيك، ده الاسم بتاعها اللي هي 1.5. ثم بعد كده التطورات بقى بتاعت الفيرجنز، فيرجن 1.6 اللي هي الدونت، ودي كانت في اخر 2009 او 9 2009. بعد كده الاي كلاير دي 2.0 و2.2 و2.1 سوري 2.0 و2.1، ده الاي كلير كان في 2009 برضو. بعد كده الفوريو دوت اللي هو 2.2 كان في 2010، جينجر برات. بعد كده الهاني كامب، الهاني كامب ده كان على فكره ليه سبب رئيسي، هم عملوه برضو للمعلومه ان هم كان ساعتها بداوا يصنعوا التابلتس، فبداوا يعملوا اوبريتنج سيستمز لصالح التابلتس. شكل هاني كامب ده ما تلوش موجود على سمارت على سمارت فون، تلاقيه موجود على التابلتس بس. فمن هنا كانوا هيتفرعوا، يعني الجينجر بريد لحد الجينجر بريد كان شغال على سمارت فون، بعد كده ما بدأ التابلت يتصنع عملوا الهاني كام لصالح التابلت. بعد كده لو قال لك هيبقى فيه مشكله احنا هنعمل اوبريتنج سيستم للسمارت فون واوبريتنج سيستم تاني للتابلت، فجت برضو فكره عمل فيرجن اللي هو ايس كريم ساندويتش، ان هو يبقى كومباينيشن ما بين الهاني كامب والجينجر بريد، بمعنى انه ينزل على السمارت فون والتابلت عشان بس ما يبقوش يتفرعوا ان في اوبريتنج سيستمز رايحه للتابلت بس واوبريتنج سيستمز ثانيه هتروح للسمارت فونز. بعد كده الجيلي بين، كمان الجيلي بين من اول 4.1 و2 و4.3، الكلام ده كان في اخر 2012. ثم بعد كده الكيت كات ده كان في اواخر 2013 اللي هو 4.4. واخيرا طبعا ممكن في الشهر اللي احنا فيه دوت ظهر اللولي باب اللي هي اندرويد 5 5.0. طيب ده كده بالنسبه للفيرجنز بتاعت الاندرويد. طيب ايه الفيتشرز بقى؟ ايه الفيتشرز بتاعت الاندرويد؟ ماشي اوبريتنج سيستم ولينكس كيرنل وجافا وايه كمان؟ ايه كمان بقى؟ تعالى نتكلم شويه كده جزء كسوفت وير وهارد وير. سوفت وير هنتكلم على الاس دي كي او الكور لايبريز الموجوده في الاندرويد بتسبورت ايه؟ سبورت حاجات كتيره قوي، الجرافيكس 2 دي و3 دي عن طريق الاوبن جي ال لايبرري، بنتكلم على الويب ابلكيشنز عن طريق الويب كيت لايبرري، بنتكلم على اس كيو لايت يعني بنتكلم على داتا بيز. الفكره ده اختراع، كنا زمان لما كنا بنشتغل جافا موبايل كنا ما كانش عندنا حاجه اسمها داتا بيز، كنا بنشتغل على فايل انبوت اوتبوت. كون ان يبقى في داتا بيز انجن جوه الموبايل ده اختراع، ففي عندنا فعلا داتا بيز انجن اللي هي الاس كيو لايت. في عندنا طبعا مالتي ميديا كابابيلتيز كتيره جدا، طبعا حضرتك بتشوف من خلال السمارت فون بتاعك بقى الاوديو والفيديوز باختلاف الفورماتس بتاعتهم والايمجز برضو، كل ده خارج من الكور لايبرز الموجوده كجزء سوفت وير. ايه الفيتشرز؟ اه دي فيتشرز سوفت وير موجوده مع الاوبريتنج سيستم بتاعنا. في عندنا كمان فيتشرز الهارد وير بقى، الجي اس ام تليفوني بقى اللي هو موضوع ان احنا نعمل مكالمه، نسال مكالمه، نشوف اللوجز، نتعامل مع الاس ام اس، كل ده من خلال برضو الابلكيشنز اللي هنشوفها ان شاء الله والديفلوبمنت اللي احنا هنعمله خلال الكورس. البلوتوث والواي فاي وال3 جي برضو كل دي فيتشرز موجوده وبرضو بنقدر نتعامل معاها من خلال الديفلوبمنت بتاعنا. الكاميرا والجي بي اس والكامبس والاكسلرومترز والسنسورز بالمعنى العام، هاردوير موجود مع السمارت ديفايسز وليه لايبرز بنتعامل معاها، يعني اقدر اكلم الجي بي اس باشمهندس اه والكاميرا والكامبس وهكذا، او كل ده بنتكلم معاه او بنقدر نبرمجه بمعنى اصح من خلال الاس دي كي بتاعنا. فاحنا لما نيجي نتكلم توتالي كده هنقول ان ده حاجه جباره. انا من وجهه نظري طبعا هاردوير محترم جدا مش موجود في اي بي سي، سوفت وير محترم جدا برضو مش موجود على اي بيئه ثانيه. فحاجه طبعا او فيتشرز محترمه جدا من الاندرويد، بتدي لك كابابيلتيز انك تعمل بقى العميل او الكاستمر يحلم وانت بتعمل اللي هو بيحلم بيه انت هتعمله له. طيب ايه هي الاركتكشر؟ الاركتكشر بتاعتنا او ايه الاركتكشر اللي مبني عليها الاوبريتنج سيستم؟ ايه اللايرز اللي مبني عليها؟ بادئ منين؟ يعني في الحديده بتاعتنا اللي هي السمارت فون نفسه كفيزيكال، وبعدين تمام من تحت لفوق كده الحديده دي عليها لينكس كيرنل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعنا. طيب اللينكس كيرنل ده ليه او ايه لازمته او بيعمل ايه؟ والله ببساطه كده درايفرز، تعريفات كل الهاردوير الموجوده دي موجوده على اللينكس كيرنل ده. الميموري مانجمنت برضو ده شغل اللينكس كيرنل او الاوبريتنج سيستم ككور اوبريتنج سيستم، يعني تلاقي الدرايفرز على البلوتوث، الكاميرا،
الميموري كاردز بتاعتك، الميموري مانجمنت بقى والريد رايت على الميموري وهكذا، وحته بتاعت البريورتي. والناس اللي درست طبعا اوبريتنج سيستم اشطر مني في الموضوع ده. ده كده بالنسبه لللاير الاولانيه، اذا فيزيكال فوقيه على طول اللينكس كيرنل، او هنعتبر ان ده الاوبريتنج سيستم الرئيسي. طيب فوقيه بقى ايه اللي موجود بعد كده؟ في لايبريز بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، ان في داتا بيز وويب كيت واوبن جي ال بتاعت ال 3 دي وال 2 دي جرافيكس. كل دي لايبريز اللي احنا اللي بتساعدنا على الشغل بقى اللي احنا حكينا عليها من شويه. دي اللاير اللي بعد كده كومبايند معاها بقى الجزء بتاع الدالفيك فيرتشوال ماشين، اللي هو الراجل بقى الكومبايلر بتاعنا، الراجل هو من خلاله بنقدر نتعامل مع الجافا. خلي بالك ان برضو في هنا جزء ظريف، ان الراجل ده احنا لو مسكنا الجي بي ام كان في الاخر انا المحصله بتاعته بيطلع لي فايل دوت كلاس. هنا ايه المحصله بتاعت الكومبايلر بتاعنا او الدالفك فيرتشوال ماشين؟ هو فايل دوت ديكس، دي اي اكس، دي اي اكس. طب احنا عارفين طبعا المحصله بتاع الابلكيشنز عامه في الراننج يعني بتاعه ايه اللي انا هاخده في الاخر؟ باخد فايل دوت اي بي كي، اللي هو يعني شبيه كده الناس اللي شغاله على الويندوز شويه، اللي هو الاي اكس اي. فين الاي اكس اي اللي بيرن؟ احنا عندنا في الاندرويد. فين الاي بي كي اللي بيرن؟ في الاخر انا هدي لك اي بي كي تحطه على الموبايل بتاعك، او اللي انت بتعمله داونلود مثلا من على البلاي ستور. طيب نطلع بعد كده، خلاص خلصنا اللاير الثانيه، اللايبريز والكور لايبريز بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها والدالفك فيرتشوال ماشين. نطلع بعد كده حاجه اسمها الابلكيشن فريم ورك. ايه بقى الابلكيشن فريم ورك ده؟ ده المتنفس بتاعنا كديفيلوبرز ان احنا نقدر نكلم اللاير اللي تحت خالص. يعني هتلاقي فيه شويه سيستم كده وشويه سيرفيسز مجهزينها لنا عشان خاطر نقدر نتعامل مع الاوبريتنج سيستم. زي مثلا في عندنا حاجه اسمها تليفوني مانجر. تليفوني مانجر ايه ده؟ التعامل بقى الخاص بالمكالمات التليفون، ان انت تستقبل مكالمه، ترسل مكالمه، تقرا لوج فايل، تقرا لوجز سواء ان او اوت، تعامل كاملا مع الكولينج بتاع الموبايل من خلال اللايبرري دي انا اسميه او السيرفيس دي. طيب انت كده بتروح فين؟ بتروح للهاردوير، او عايز تنزل تحت اللاير اللي تحت. فانا بقول ان اللاير دي كده هي المتنفس بتاعنا كديفيلوبرز ان احنا ننزل نتكلم مع اللو لاير، اوكي، عن طريق السيرفيسز اللي موجوده في الابلكيشن فريم ورك. اخر حاجه خالص اللي هو الابلكيشن لاير، وده مكاننا بقى، يعني احنا او مشتري جهاز كده عليه اندرويد باي ديفولت تلاقي فيه ابلكيشنز، الكونتاكتس مثلا ده ابلكيشنز، الفون ده ابلكيشن، براوزر ده ابلكيشن، او انا الابلكيشن فين بتاعي مش مهندس، يبقى جنبهم هنا، يبقى زيك زي جوجل ماب وزيك زي الكونتاكتس الموجوده. ده اللاير ده محصله بتاعتنا. يعني انت عايز تقول يا باشمهندس ان احنا هنشتغل على لاير 2 3 والمحصله هتبقى 4؟ طب وهنكلم لاير 1 ممكن ينفع نتكلم معاها؟ ممكن نتكلم معاها عن طريق الابلكيشن فريم ورك. اوكي، ده كده بالنسبه لموضوع الاركتكشر بتاع الاندرويد.